والله يا كنت وين 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 نخرج يا فارس، تاكل تشرب بدك شيء عايز شيء؟ بشكرهم من الجزائر، بشكرهم جميعا وبالاخص اخواننا السوريين اللي ما عندهم لا مأوى لا مشرب لا خيم، ما عندهم ولا شيء، ما عندهم ولا شيء، ما يقدروا يشتروا خيم، ما يقدروا يسلفوا خيم، ما يعطوهم الاتراك خيم. ان شاء الله ربي يكون معاهم وربي ان شاء الله يفتح عليهم ويحرر بلدهم يا رب. سبب الدموع بارك الله. سبب الدموع الولد كنا نسحبوا فيه بعمليه سحب، كنا دايرين له كوموند وكانوا اصحابي برا، كنت نقول لهم كي نقول لكم اسحبوا اسحبوا، كي كانوا يسحبوا كان يشد فيا من هنايا ويبكي، بعد ما يطلقوا يطلق. عطيت له السيروم، كان يشرب في السيروم، كان يشرب فيه شغل بلهف بلهف، كان عطشان عطشان لدرجه ما تيماجينيش، وكانوا يقولوا لي اخرج وانا هذيك يمه ميته ويبكي ما عنده حتى حد. كنت نعنق فيه ونقول له ولدي ما تخافش ما تخافش انا معك، وتمنيت انه خرجوه يا لو كان موت معه، وخرجتوه الحمد لله يا رب العالمين اللي وفقنا يا ربي باش خرج. ونشكر جميع الجزائريين كبيركم وصغيركم اللي دعانا، وجميع الامهات والاباء الجزائريين. لا غير بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه.